بعد أكثر من 8 سنوات من النزوح، وصل العراقيون في الخيام إلى مرحلة اليأس من إيجاد حل لمشكلتهم في ظل منظومة الحكم الحالية. أنا طالب كشاب عراقي، أطالب كل المخيمات، كل المخيمات، يعني ما يصير هيك شيء. سيد المحافظ، أنت محافظ على صلاح الدين، محافظ أنت ما تقدر تجيب خدمات للمخيم؟ شنو جبت من تنصب وتلزم تسكم لي؟ جبت للنازحين، جبت لهم كرتونة هاي اللي ما تسوى 15,000، انطيت الكل خيمة كرتونة. وزارة الهجرة اعترفت بأن النازحين في المخيمات يمرون بظروف في غاية الصعوبة في ظل الطقس البارد وتساقط الثلوج وخاصة شمال العراق، وبينت أن تأخير توزيع الوقود على المخيمات زاد من معاناتهم، لكنها ألقت كرة الاتهام في ملعب وزارة النفط بسبب ما وصفته بالمماطلة في إرسال مخصصات الوقود للنازحين. وليس المشكلة في تأخر الوقود فقط، بل في الخيام نفسها، إذ لو كانت من معدن لاهترأت في ظل تعاقب الحر والبرد والثلوج والأمطار والرياح، فكيف بها وهي مصنوعة من أقمشة؟ فأصبح النوم في العراء أخف وطأة من النوم فيها. ولا تنفصل معاناة النازحين بسبب الظروف الجوية عما يعانونه داخل المخيمات من انقطاع المساعدات وسرقة المخصصات من قبل المشرفين عليها في الحكومة، فضلاً عن إجبارهم على نمط معيشي يجعلها أشبه بالمعتقلات من الناحية الأمنية. وسبق أن ذكرت كثير من التقارير أن ملف النازحين هو ملف سياسي بالدرجة الأولى، حيث تحاول الحكومة صنع نصر مزيف عبر غلق المخيمات وإعادة النازحين لمنازلهم المدمرة وفقاً للمرصد العراقي لحقوق الإنسان. يضاف إلى ذلك أن تعقيد هذا الملف يخدم أجندات تغيير ديموغرافي تنفذه الميليشيات في مناطقهم.